I'm so happy. Happy. شكرا. It's no. so nice. No. I'm really happy to get my back back. No, and with you. All the money. Yes. So yes. honest. Yes. Yes. Great man. جاني السيد كليان هنايا جاني خدا دو كافي كيهضر في التليفون بان ليا مديرونجي هو كاوري فعلا شرب قهوته انا جيت لقيته خلى لي الخلاص في لاطابل وخلى ديك مبلغ في واحد الشاصيه صحابي انا واش لابوبيل مي قلت والله تنحل هاد الشاصيه نشوف شنو فيها لقيت فيها شي خواتم ديال الذهب وشي سناسل ديال الذهب وانا تدهشر وانا نحل عاوتاني لاكيس الاخر لقيت فيه تقريبا كل شيء اورو فيه الوراق ديال 50 20 50 100 اورو فهمتي يعني وانا نقول اشنو هو هذا الشيء تدهشرت انا بديت كنترعد قلت اعوذ بالله نمشي طراج يمين بقيت كنتسنى نادي الفقير يعيد مبالغ ماليه مهمه ومجوهرات ذهبيه لسائح نسيها داخل مقهى يحظى باشاده المغاربه يشتغل مقابل دراهم قليلة بأحد مقاهي مدينة الدخلة ما يحصل عليه من أجر لا يكفيه لسد حاجيات زوجته وطفليه يعثر النادل على حقيبة تحتوي على مبالغ مالية مهمة ومجوهرات ذهبية نسيها سائح بالمقهى الذي يشتغل به صورته الشكوك ففتح الحقيبة ليجد كنزاً كان ليضمن له حياة هنيئة تغنيه عن مصاعب وتحديات مهنته اليوم شو هالسيد بان لي جا قلت الحمد لله جا السيد قال لي واحد الامانه قلت ليه هكا هي عنقني مسكين وفرحان بزاف وانا اتصلت فعلا بالبوليس وعنقني مسكين وفرحان وبغى يسخف بغيت يترعد خيتو واحد الحاله لا يرثى لها جيت عطيتو قرعه ديال الماء قلت لي ريح يلا نمشيو عند البوليس قال لي لا ما عنديش مشكل قلت لي حسب رزقك شاف رزقه هو هذاك قال لي هو هذاك اندهش النادل لم يفكر طويلا فقرر تسليم الحقيبة لعناصر الشرطة قبل أن يعود السائح للاستفسار عن حقيبته الضائعة يسلم النادل الحقيبة للسائح تصيبه القشعريرة ليعانقه والدموع تغالب عينيه هكذا روى النادل القصة لأحد المواقع الإلكترونية بالداخلة وقال والدموع لم تفارق عينيه لا أجد مالاً لأجدد بطاقة الوطنية المنتهية وليست لدي القدرة لإحضار ابنتي لمدرستها فلا نقود لدي نادل شهم الأخلاق لم يسلمه السائح سوى 200 درهم لم يرضى لنفسه سرقة النقود والمجوهرات التي كادت تطرد الحسرة من قلبه وتجيب عن طلبات ابنة حلمها أن تنعم بحياة مثل صديقاتها الأمانة استطاع هذا النادل أن يقاوم إغراءاته ويقدم خدمات مجانية لوزارة السياحة التي تصرف أموالاً طائلة للترويج للمملكة فهل تلتفت له قرارات المسؤولين والمنتخبين بالمدينة؟